لكن وان الدعاوى اذا لم تقم على بينات فاصحابها ادعياؤهم. نحن دارين الناس الليله ولو احنا مشددين في شنو؟ في شنو مثلا؟ انا اقول لك نعم، انتوا بتكفروا المجتمع، انتوا بتدعموا الحركات الارهابيه، انتوا بتزودوهم بالمال بالسلاح بالكادر البشري بغيره. الالتصاق بين الارهاب والجماعات السلفيه لا، دي ما نحن، دي ما انتوا. ايوه نحن نحن بنرد اكثر ناس بفضل الله، ما بفضلنا احنا، اكثر ناس بنرد على ناس داعش وبرد على التكفيرين والجماعات الإرهابية كالسرورية والإخوان المسلمين وغيرها. دي هي اللي بتكفر المجتمع وكل الجماعات المشددة اللي انت ذكرتها يا دكتور، وبتكفر المجتمع وتعمل إرهاب وتقتل المسلمين وتفجر وتسوي. دي أصلا ما من السلفين، دي من جماعات الإخوان المسلمين، من كتب سيقط ككتاب. أنا بدي كلام بوثائق، ككتاب معالم في الطريق الصفحة 120 ل 125 سيقط بيقول كل المسلمين كفار، صفحة كم؟ 120 ل 125. وبيقول بعد ذاك ان طريقنا ليست مفروشه بالورود، وانما مفروشه بالدماء والجماجم والقتل الى اخره. عشان كده طلعت جماعه شكري مصطفى وغيره قتلت الناس وكفرتهم. كده خلينا من التاريخ ده، انا بتكلم في الواقع الان. اي زول بيشاهدنا الان رابط في ذهنه السلفيين دقن طويله ماشيين يفجروا روحهم في واحده من السفارات، ليه بتفجروا؟ ديل ما نحن، ديل اصلا منشقين من جماعات الاخوان المسلمين. والله السلفيين معتدل، نعم، تنظيم القاعده اخوان المسلمين، داعش ابو بكر البغدادي واحد من الاخوان المسلمين، باعتراف القرضاوي احد زعامات الاخوان المسلمين، قال البغدادي ده من الاخوان المسلمين، من تنظيم الاخوان المسلمين. انتوا السلفيين ما عندكم مرهابين؟ لا لا لا، نحن البرود على الارهابيين. واخر محاضره كبرى عملناها في قاعه الصداقه القاعه الرئاسيه عن داعش، في حين انه كان كل الجماعات ومعظم الشيوخ خايفين من الكلام في داعش. واحد شيخ ساله في منطقه مناطق السودان عنده درس، فقام قدموا له استفتاء، قال له رايك شنو في داعش؟ قال السؤال ده ما بقدر اجاوب عليه. فنحن في ظل تخوف الجماعات من الجماعات الارهابيه ومن داعش وغيره، نحن ردينا على داعش. انت ولكل السلفيين. انا سلفي بتكلم عن نفسي. بتكلم عن نفسك، انا بتكلم عن مجموعات سلفيه وجماعات سلفيه. زي شنو مثلا؟ تتبنى. زي شنو مثلا؟ خطوط ارهابيه. زي شنو مثلا؟ ما نسميه. نحن بتكلم في فكره عامه. لا انا بتكلم في فكره عامه، انه السلفيين مرتبطين، بعض السلفيين مرتبطين بالمجموعات الارهابيه. ديل ما سلفي. الجماعات السروريه، الجماعات عبد الحي، جماعه غيره، جماعه الاخوان المسلمين، ديل ما سلفيين. كيف سلفيين؟ ما سلفيين. يصنفون انهم سلفيين؟ لا ما سلفيين، ديل اخوان مسلمين. في نظر المجتمع انهم سلفيين. نظر المجتمع شيء وحكم الدين شيء اخر، ديل ما سلفيين. السلفيه تدعو الى توحيد الله وعدم الاشراك، وتدعو الى رجوع الناس الى الدين الصحيح بكلياته، صلاه صيام زكاه حج بر والدين الى اخره، لكن اساس الدين التوحيد وعدم الاشراك للسلفيه. طيب خلاص، ونحن اكثر ناس بنناظر الجماعات التكفيريه دي، اكثر ناس اللي بيفجروا ديل اصلا خوارج. نعم خلاص، بينتموا لجماعه الاخوان المسلمين، الفكره حقت الاخوان المسلمين طالعه من كتب سيد قطب وغيره. انا اللي قدامك دي الجماعات اللي بتذكرها دي السرويه وغيرهم مكفرين ومرسلين رسائل بتاع التهديد كثيره جدا، يعني لانه بناظرهم وبردهم الى الحق والصواب يعني.